من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلا عني نيابه عن باقي السفراء، كنبغيو نوجه لكم واحد التحيه كبيره لجميع سفراء المغرب، وكنتمنى ان شاء الله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه ويجعلوا شهر البركات والايمان. فاحنا على كما كتشوفوا على وشك انتهاء استعدادات اخيره للفطور، ومبروك فطوركم. بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة بحاضرنا واتينا. بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، قيم كبرى لما نعليها تعلينا.